كل شبكة وكل فريق نقطة. كرة وضربة حرة وخطيرة وهدف التعادل. نعم هدف التعادل من باتو. باتو يعدل النتيجة لأي سي ميلان من ضربة حرة كانت خطيرة مقوسة لم يتبعها الدفاع الإنجليزي. وصلت إلى باتو بروعة وبلمسة برازيلية. الكرة في شباك الحارس فوبيانسكي الذي تابع الكرة بعينيه ولم يتابعها لا بجسده ولا بكلتا يديه. لم يكن باتو متسللا فلمس الكرة برأسه الماكرة الساحرة والكرة توجهت إلى الزاوية البعيدة والمستحيلة عن الحارس فوبيانسكي البولندي.